زي ما في حاجات وحشة كتير قوي، في حاجات حلوة جدا. في شهد، فاكرين شهد؟ شهد اللي جت هنا وطلبت انها تشوفني، وكانت عايزة تشتغل مذيعة، وكان من طلباتها انها تطلع مع علاء الشربيني وتطبخ، مع انها كفيفة، هي كفيفة النظر ولكن مش كفيفة القلب. فكرونا بشهد، شكلها ايه؟ شهد هتكون معايا، هتكون مع علاء الشربيني يوم الجمعة الجاية أنا وهي، عشان نطبخ لكم مكرونة بالبشاميل. نقيت لي حاجة غلسة قوي، وهي عايزة تطبخ كبسة، هي تطبخ هي كبسة وأنا هعمل فتة، فأنا هعمل فتة ومكرونة بالبشاميل يا شهد، وأنت اعملي الكبسة والمكرونة بالبشاميل برضو. أنت طبعا اللي هتكسبي، بس أنا يعني إيه جاي ألعب. فاحنا مع بعض يوم الجمعة مع علاء الشربيني إن شاء الله الظهر بعد الصلاة، هنطبخ لكم مكرونة بشاميل وفتة وكبسة، وأول حلم من أحلام شهد هيتحقق إنها تطلع مع علاء الشربيني، والحلم التاني إنها تكون مذيعة إذاعة في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله نفضل معاها لغاية ما تحقق الحلم ده. استنونا يوم الجمعة، واستنونا يوم الاثنين الجاي، إن شاء الله بإذن الله بكرة يبقى أحلى وأحسن وأجمل وأأمن بإذن الله تعالى. تصبحوا على خير. الأسبوع اللي فات كلمتنا يمكن متصلة غالية جدا 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 عليا، وأنا ما كنتش أعرف إنها من مشاهدين صبايا الخير. الحقيقة أنا يوميها روحت مبسوطة جدا جدا، ان انا ممكن اكون بتضايق من حاجات وبفكر في حاجات وعندي مشاكل واحدة زي شهد بتحبني ومش شايفاني وما شافتنيش ومش هتشوفني بس بتحبني. عندي بمليون حد مش بيحب البرنامج او بيحبنيش او بيشتم على الفيسبوك او انا النهاردة قلت لهم هاتوا شهد اشوفها، وما قلتلهاش ان انا طالعه معانا على الهوا. فاسمحوا لي ان احنا نروح نجيب مع بعض شهد. انا الحقيقه ما شفتهاش بس هشوفها معاكم. تيجي وما تقولولهاش انها طالعه على الهوا، بس انت شيك قوي. اهلا بيك يا شهد. حضرتك انت ما كنتيش تعرفي انك طالعه معايا على الهوا، وانا قلت لهم ما تقولوش. دايما بتعلق بالاشخاص وبحبهم لما بيكون في معايا تعامل، سواء ان انا بقابلهم او ان انا بكلمهم. بس حضرتك انا حبيت حضرتك في الاول، وبعد كده عديت مرحله الحب وتعلقت بحضرتك قوي. بس كان من غير ان انا ما اشوف حضرتك، كان بس بمجرد سماع الصوت مش اكتر. نفسي ان انا اكون مذيعه، فحاولت كتير ان انا اقدم من خلال اذاعات النت، وان انا اكلم الاذاعات اللي هي بيبقى فيه برامج بيكونوا محتاجين فيها مثلا ناس وكده، بس بلاقيهم برضو بيرحبوا. بمجرد لما بيعرفوا ان انا كفيفه بلاقي لا ما ينفعش. في ناس يعني كانوا شيفات، كنت في فتره كنت عايزه اقدم برنامج عن الاكل، وفي شيفات قالوا لي لا ما ينفعش، قالوا لي المصريين ما بيتقبلوش فكره ان حد كفيف يقدم برنامج وانه يشوفوه او ان هم يسمعوه. لا احنا دلوقتي لازم نقول لعلاء الشربيني ان هو يختبرك برضو، انك تطلعي برضو معاه في حلقه ولا حاجه، اكيد هيبقى مبسوط جدا ويعمل لك دعايه. بخي كويس؟ طيب يبقى لازم علاء الشربيني يكلمه لنا يا جماعه، لازم ياخدك معاه في حلقه. قلت
الملك علاء الشربيني عشان يستضيفنا احنا الاثنين غصب عنه ونعمل مسابقه طبيخ، وانا متاكده ان علاء هيقف جنبك جدا. انا مش عارف علاء سامعني ولا لا. الزميل العزيز الشاف العبقري الاعلامي علاء الشربيني، اهلا بيك. اخير اهلا بيك. صحناك من النوم؟ لا ده انا موجود تحت امركم في اي وقت. مساء الخير عليك يا ريهام، ومساء الخير على كل مشاهدينك الكرام وعلى القمر اللي قدامك. القمر بقى اللي قدامي بتشتكي انها بتعرف تطبخ كويس قوي، وان هي الشيفات في التلفزيونات لما بتقول لهم انها كفيفه ما بيرضوش يخلوها تظهر معاهم. ليه؟ معرفش. حد يقف جنبه قمر زي دي؟ ما انا بقول لها هي عايزه ايه؟ عايزه تثبت يا علاء للناس كلها ان هي مش كفيفه وانها تقدر تعمل، فانا قلت انت اللي هتديها الفرصه دي. طبعا طبعا. انا ليه سالتك السؤال؟ فكره بالك قد ايه بتطبخي او لسه هتتعلمي عشان ادوق من ايدك الاكل بقى. ايوه ده رقم واحد. رقم اتنين، انا مبسوط جدا بالدعوه دي. وبقى هقول لك حاجه يا علاء، احنا دايما انت بتقيم الناس اللي بتعرف تطبخ او لا، فهي فكره برضو ان هي سمعت الوصفات وما شافتش وما تعرفش الحاجه شكلها ايه ولا بتتقطع ازاي ولا كده، انا متهيئ ان هي لو عملت اكل حلو هتبقى عبقريه اكتر من الناس كلها. عشان دي بتحس وبتلمس اكتر من تبص بس. يعني انت هتحقق لها حلمها اللي كل الناس رفضته ده؟ لا، انا اول واحد حقق لها حلمها وهعمل لها مسابقه هخلي مصر كلها تتفرج عليها. طب ممكن اجي معاكم في الحلقه دي عشان ادوق؟ يعني انت قلتي من شويه ان ممكن هاجي عليك يا ريهام المره دي شويه. غصب عنك. ادوق بس انا مش هعمل حاجه. اقف ادوق. ممكن خلاص متفقين. وعد المشاهده هتكون معاك قريب جدا صح؟ لا خلاص، انا والله حدد لها احلى حلقه وعمل لها حلقه لطيفه جدا، واكيد طبعا شرف ليا انت كمان زميلتي واختي. ربنا يخليك. وهيبقى علاء الشربيني. قولي معانا. علاء الشربيني هيبقى لب حلم، اول حلم هو اتحقق. جيتي شفتيني وهتطبخي على الهوا، وان شاء الله باذن الله تبقي مذيعه اذاعه زي ما انت عايزه.